نعم نبيلة، يعني أنا أشهد على مشهد فعلا رائع بين المواطنين اللبنانيين من على إحدى الشرفات. في هذه الأثناء كانوا عم بيرشوا رز أهالي في هذه المنطقة، شارع أسعد الأسعد، حيث انتقل المتظاهرون اللي كانوا تداعوا إلى عين الرمانة وأكملوا طريقهم باتجاه منطقة الشياح، ورشوا عليهم رز وانضم كتار من الأهالي والمنطقة هنا إلى المتظاهرين الشباب، وكانوا عم بيقولوا نحن أيضا ننضم إلى المتظاهرين. الوطن حضرتك من الشياح؟ أنا من الشياح طبعاً. الشياح؟ طبعاً. شو رأيك بهالمشهد؟ هذا مشهد لبنان الحضاري، هيك لبنان. أنا كل يوم بسهر بعين الرمان وبيجي على بيتي ما حدا بيتعرض لي، بس اللي صار امبارح اللي إجوا مش من هون. أنا بدي أسمي شخص بالأسماء، اللي هو ربيع الزين، اللي هو امبارح كان عم بوجه على التواصل الاجتماعي مثل عم يتحدانا.